يعني هالإيفنت صار بيعني لي كثير لأن صرت بعد حالي من أهل البيت، صرنا أخذين جوائز كثير كمان وبننبسط لهاللعبة الحلوة اللي كل سنة حدا بيربح وحدا بيخدها وحدا ما بيخدها. It's a game. شوف ما بتطلع على الحظوظ هي كتيرة أو قليلة، أنا بتطلع إنه الحظ رح يحالف أكيد حدا منا اليوم يعني بهيدي السهرة اللي بدها هيدا. أنا بنبسط إذا أنا ربحت وبنبسط إذا غيري ربح لأنه كل سنة في نصيب لحدا. ما بعرف، أنا ولا مرة بتذكر إني دفعت ولا مرة بتذكر إنه الدكتور حلو طلبوا مني مصاري. بعرف إنه بس عم بيقول عن جد في تصويت، بعرف إنه بيدقولي قبل بجمعتين، نحنا بنكون عارفين لنجيب الفساتين ونعرف إنه بدنا نروح، لأنه مش كل السنين بنشوف إنه ناس المش ربحانة عم تنبسط للناس الربحانين. أنا يمكن بس شي مرتين كنت بهيدي الحفلات. يا ريت هيك بيصيروا الميركسدار بيغاروا من برا وبيصير عن جد نحنا منجي منتواجد وما بنعرف مين ربحان، بلكي هيك بنصير كلنا متواجدين. مزبوط، بفتكر لأني متصالحة مع حالي، بفتكر لأني بعرف وين الكاليتي تبعي وين الديفو. بحب الحياة، I'm looking for a better world for a better place، وما بدها هالقد فلسفة هالحياة. يعني بالنهاية كلنا كل واحد عنده محل لإله وكلنا بدنا نبين يعني إذا عنده شي حدا يقوله. أول شيء ما تذكرني كيف حكيوا بمجلس النواب، لأنه عن جد سياسيين بحب هنيكم، يعني كتير من رجال هالسياسيين عم بيأكدوا لنا قدي عمرهم 14 سنة نهار بعد نهار سنة بعد سنة، يعني كل ما عم نتقدم بسنين عم نشوف أنتوا بتمثلونا يا جماعة، أنتوا رجال بتمثلونا وفي نساء كمان. anyway شو كان السؤال؟ شطحنا، ما فينا ما نشطح الوضع السياسي المؤلم، لأنه في قصص معيبة. أنا بالنسبة لي أنا وقتها بدي رجل إنه يمثلني، يمثل شريحة من الشعب ويمثل بلد وأمي وطن، ما فيهم يطلعوا يعملوا هالقصص اللي عم نشوفهم بالأخبار، عن جد معيب. ابدا، انا كل شيء بقدمه بالماضي بنستنظر الحاضر وبنتقبل بنتامل للمستقبل. موضوع السنجل ماذر اللي لعبته بالسيده الثانيه موضوع بمسني انا اول شيء، لاني انا امراه اول شيء، وانا ما حدا مش مهيئ انه يمرق يمكن بكثير مشاكل تمرق فيها المراه. الحلول انا عم بسمع كثير، عم بسمع قول اكثر من ما عم شوف فعل، فما في اتامل اكثر من قول ان شاء الله. على الصعيد الفني كنت مش من زمان بسوريا، انا ويوسف الخال، ندى ابو فرحات، مع نجوم سوريه، جلال شموت، جوان الخضر، يعني كثير اسامي. كنا عم نعمل خماسيه بسوريا، كانت الاجواء جدا ايجابيه، كثير انبسطنا بالتصوير وعملنا قصه هيك جديده. انا كثير رضيانه عنها، ان شاء الله خير.